مساء الفل عليكم مشاهدينا مشاهدين نفسنا، يا رب دايما بخير وكويسين ومنفسنين. واهلا بجمهورنا الجميل في الاستوديو، واهلا بزميلاتي العزيزات بدريه. اهلا اهلا يا بداره. اهلا يا قمر. يا حبيبتي حبيبه الكيوت القمر، ازيك؟ ميرسي. انت الكيوت والله. يلا كيوت قاعدين قصاد بعض. لا انت كيوت بالشعر والنيو لوك دي برضو كيوت، مش سهله يعني. لا بس برضو حرام يعني الناس تشوف بقلاوه بقلاوه وكنافه. طب ما كنافه، انا بحب الكنافه اكتر من البقلاوه. في احلى من الكنافه؟ معلش يعني بعتذر للجمهور عن حلاوه المنظر، سامحونا. بدريه انتي قمر واحنا بنحبك. ميرسي. النهارده عندنا موضوعين هنتكلم فيهم، اللي هما في حلقه النهارده من نفسنا هنتكلم عن ازاي تبقي موظفه شاطره ومحبوبه وناجحه. مش دايما شطارتك دي بتوصل لمديرك او بتتحس، فلازم تبقي متاكده ان الرادار بتاع مديرك لاقط شطارتك دي. المتجوزين والكابلز انواع. اول كابل الكابل الالفا، اللي هو واثناء الدراسه كانوا بيطلعوا الالفا، اول ما يتخرجوا اشتغلوا، اول ما اشتغلوا اتجوزوا، اول ما اتجوزوا جابوا عيال، عيالهم الف. لقاء مع الفنان ايمن عزب. لقيت الاستاذ فريد شوقي والاستاذ تحيه كانوكا والاستاذ رشوان توفيق والاستاذ محمود القلعاوي والاستاذ هاله فاخر، فبصيت كده اتخضيت ورحت قافل باب وخرجت. اول موضوع دليل الموظفه الشاطره. يعني ايه؟ احنا عارفين الكفاءة في الشغل وانك يبقى عندك كفاءة وانك تبقي ملتزمة وشاطرة، دي حاجة مهمة جدا جدا جدا، لكن مش دايما شطارتك دي بتوصل لمديرك او بتتحس، فلازم يا حلوة يا شاطرة تبقي متأكدة ان الرادار بتاع مديرك لاقط شطارتك دي. شبكة معلومات حية، مش ميتة، مش مغمى عليها، لا تبقي مصحصحة كده وعلى طول عندك معلومات، وما يضرش كمان لو دخلتي ناس في حياتك يفيدوكي بالمعلومات، المعلومات المهمة. اللي مش هيفيدك بمعلومات مهمة ما يلزمكيش، وهيضيفلك ما يلزمكيش، خليكي مصلحجية يا حبيبتي. ها. وطبعا لازم تعرفي ايه اولوياتك في الحياة، علشان لو انت فاكرة ان انت هتقدري تتقني كل حاجة، الشغل والعيلة وأصحابك والرياضة وهواياتك، ده غلط. عشان للأسف عشان تبقي شاطرة في حاجة واحدة لازم تضحي بحاجات تانية، والحاجات دي بتيجي من المناطق التانية في حياتك، فلازم تركزي. أهم حاجة في الحياة هي التركيز، كلنا عارفين. وانتي مركزة في ايه بقى؟ قولي لي بقى. في الرياضة عشان طب... بشوف على الانستجرام قطع نفسك، ولا في الشغل عاملة ولا ايه؟ في عاملة ايه؟ الرياضة بتاعي ده الستريس ريليف، الرياضة ده اللي هو متعصبة وستريس ريليف على طول. ستريس ريليف يا بدرية. ليف بتاع المواعين ولا ليف اللي بنتمرن فيه؟ ده برضه رياضة بتاع المواعين ده. شفتي الرياضة؟ بيشغل البايسبس على طول. بيشغل ايه؟ بصي ستريس ريليف والبايسبس، جملتين كلمتين في نفس الجمله، انا مش عارفه تعملي ايه. الضغوط عشان تعرفي انت. لا انت حبيبتي خلاص وبقينا شبه بعضينا. مش هتعرفي، مش هتعرفي. فلازم ايه؟ عريها ها وظبطيها. حاضر. بس الاثنين واحده قبل الثانيه والثانيه بعد. لا الاثنين مع بعض في نفس الوقت. حاضر. بس كده انت تأمري. ولازم تكوني قوية وما تكونيش كسوفة وتتكسفي. يعني الدراسات بتقول ان الستات عموما في الشغل ما بتحبش تتكلم في الفلوس، وبتخجل انها تتكلم في حقوقها المادية، وده غلط كبير جدا جدا، لانه ما تتوقعيش ان التقدير هيجيلك كده لوحده. زي ما في حياتك الشخصية ما حدش بيقدرك من نفسه غير لما بتتكلمي وتطلبي حقوقك، كمان في حياتك العمليه لازم تعملي كده. لا في ناس بتقدر. مين الست اللي ما بتتكلمش في فلوس في شغلها؟ لا في لا, لا في ستات ساعات بتتكسف تتكلم في الفلوس. صح. وبعدين ايه، ممكن ايه، ممكن تتكلم مره وبعد كده تحرج فما تقاوحش، وبيخافوا كمان يخافوا. لا لا انتوا بتتكلموا على نوعيه معينه يعني، معظم الستات بعض كده. بس الدراسات بتقول ان في نسبه كبيره من الستات مش زي الرجاله في الكلام في الفلوس. يبقى مش المصريات. ممكن. ايوه. وبيلاقوا ان دايما الرجاله نفس العمل الراجل بياخد فلوس اكتر، فده بالتالي معناه ان هم فعلا مش بيطلبوا. طب ليه ما احنا اجورنا كده؟
حصل ولا ما حصلش؟ شكلك عنوان. يعني دلوقتي انت بتقعدي تقاوحي وتقولي لا انا هاخد زي الممثل الفلاني، ولا بتقبلي لان انت عارفه ان انت عموما لما بتشتغلي حتى نفس الوظيفه ممكن اجرك يبقى اقل وبتسكتي بتتقبلي؟ بس هم بيعملوا يعني بيعملوا حسابهم ان الراجل فاتح البيت وعنده مسؤوليات اكتر وكل الكلام ده، بس في نفس الوقت في امهات كتيره ما اظنش الجهه اللي بتدي مرتب لراجل بتفكر في بتفكر في ان هو ده اللي بيجير البيت وده اللي بيصرف. لا هي دي التفكير، هو ده التفكير اللي احنا مكتمل، لان ممكن ست تبقى متفوقه عنه وشهادتها اعلى من شهادته بيبقى مرتبها اعلى منه، فهنا مش بيتحسب ده راجل وده ست. هنطلع تقرير ونرجع نكمل، استنوا. اكتر حاجه ممكن تخلي الست تبقى ناجحه لما يكون جنبها حد يعني بيدافعها للنجاح، الناس تبطل تجيب معاها الاكل بتاعها وتعمله في الشركه في الشركه او في اي حته. انا شايفه انه هي تقدر تنظم وقتها بين شغلها وبيتها وعيالها، ده اكتر حاجه ممكن تخليها ناجحه. مثلا ما تبقاش عامله خناقه في البيت فتروح تطلعها على الناس، او مثلا يعني ما حدش يقول لها ان هي مش هتبقى ناجحه فتتاثر بكلامه، المفروض ما تتاثرش بالحاجات السلبيه وتبقى صبوره. اخد كورسز ليها علاقه بالشغل اللي انا فيه، ولو حاجه انا بحبها هكون ناجحه فيها اكتر بقى. ان انا اقدر اعمل بالانس ما بين الحياه الشخصيه وانه الحياه اللي في الشغل، ان انا افكتيف في الشغل وفي نفس الوقت حياتي مع جوزي ومع ولادي ومع اهلي مامتي وبابايا وكده كل حاجه تمام. بصي هو لو احنا سيبنا الباميه والخضار اللي احنا بنعملهم في المؤسسات الحكوميه هنبقى موظفين جامدين جدا بصراحه. بقعد على الفيس وبنتخ ورايح خالص، ممكن انام كمان نص ساعه ساعه كده. لو هي عندها ضمير في شغلها ومش بتحاول مثلا في الشغل ان هي تبان على حساب الناس التانية هتبقى ناجحة جدا يعني. ورجعنا لكم من التقرير، وما زالت الست اللي بتعمل أكلها في الشغل مصدر استهزاء. يا جماعة يا ريت نبطل الموضوع ده. نخش بقى في موضوعنا بتاع النهارده. انا شخصيا بحب البامية قوي. ماشي حبيها بس في بيتكم حبيبتي. ليه اكلها في الشغل؟ يعني واحنا قاعدين دلوقتي كده مش لازم اقمعها بس ممكن اكلها في الشغل. يعني واحنا قاعدين كده ممكن تجيبي شويه باميه تقمعيهم وانت قاعده كده؟ لوك جديد، ايه رايكم؟ طب ماشي مش نعمله شو طبخ كمان في نفس الوقت. شكلك عنوانك المظهر اهم حاجه للست اللي بتشتغل او للست عموما، ولو انت ما بتعرفيش تعملي ده ممكن تشوفي واحده وتخليها قدوتك. يعني انا مثلا هدي فظيعه جميله بس انا ممكن اخليها قدوتي. يعني الله بص مش عارفه ايه النهارده هواي خالص، انا قاعده مع اتنين هواي، فانا مثلا مش عارفه البس، مش عارفه انسق ايه مع ايه، اشوف واحده انا بيعجبني استايلها واعمل زيها. انا عجبني الاكسسوار بتاع شعرها الحقيقه، مش كده؟ هسرقه على الحلقه الجايه. ميرسي، اتفضلي يا حبيبتي. ممكن كل حلقه واحده فينا تلبس بدلها. جايه من مسلسل تركي. بالظبط. مش عارفه جايه منين صحيح، انا جايه منين؟ بتحسي حاجه روماني قديمه. بالظبط كده. المهم يا ست الكل عشان توصلي لهدفك شوفي واحده واعمليها قدوتك، بس واحده تستاهل انها تكون قدوه. صح. وبعدين اهم حاجه ان لازم تعرفي تتكلمي امتى وتسمعي امتى. معظمنا ما بنسمعش الناس اللي على طول تسمعيهم بيكلموا كتير كتير كتير، معظم الوقت ما بناخدش بالنا من اللي بيقولوه، وحتى ما بنحسش ان هم بيقولوا حاجه مهمه قوي عشان على طول بيتكلموا. لازم تسمعي الناس اللي حواليكي بالذات في الشغل عشان ممكن يدولك معلومات ونصايح وحاجات كتيره تقدري تستفيدي بيها، وتعرفي الوقت الصح وتقولي ايه امتى عشان كلمتك يبقى ليها قيمه. صح، دي حاجة مهمة جدا جدا ان احنا كمان نتعلم نسمع بعض، لان الثقافة دي للأسف مش عندنا بقوة في المجتمع. نتعلم نسمع بعض عشان الثقافة دي للأسف مش عندنا. الله لو الاتنين وقعوا في بعض يا فرحتك يا بقى. أول ما قلت لها إيه قلت إيه؟ قلت بس دي بتعلق على هدي بقى وهيمسكوا في شعور بعض. نطلع فاصل ونرجع نكمل، استنونا.